كم توك توك بقى داخل جوه داخل في هذه المبادرة؟ احنا بنقول الاول ان صدرت توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء عبر اللجان المختصة وعبر الوزراء المختصين بانه الاول يتم السير في اتجاهين. اولا الاتجاه الاول هو تقنين وضع التوك توك في الشارع المصري بمنحه تراخيص سير شأنه شأن باقي المركبات النقل الركاب التي تعمل في الشارع المصري لإعطاء الصبغة القانونية كمركبة نقل ركاب آمنة، ده في المقام الأول. ومن ثم يستطيع بعد ذلك النظر في أو دراسة إحلاله بسيارة أخرى. الاتجاه الآخر أو المسار الآخر هو النظر في أمر منح السيارات الميني فان اللي بنسميها في الشارع المصري التمناية، منحها تراخيص نقل ركاب للعمل كمركبات نقل ركاب حضارية وآمنة وتعمل بالغاز الطبيعي. ومن ثم نستطيع أيضا إذا ما اجتمع المسارين وتم دراستهم دراسة دقيقة أن يكون هناك دراسة بمنحهم الاستبدال داخل المبادرة ما بين إحلال التوك توك بسيارة ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي.